Anakadan jibun si. Assalamualaikum ibnet. Di bawah ini bersih lagi kan si. Kita kono berhem. Si jibun si meluk. لاباس فيك تي ناكل غزاله ديالي رجعي اللور يلا بلاصتك شنو هذاك لولو هو لولو لولو اهلا وسهلا البنات المهم كي شفتوني مشينا جبنا ملك اليوم كاع الوليدات كيجيبوا هادو اليوم اللي ما جاوش مزيان كياكل العصران اليوم تسلمى والله الا اليوم سلمى غاده كتقاقع بعينيها كتضوم بيهم كتقول لي ماما شحال نجيب قلت لها ايوا نسولك انت ايوا المهم البيتان ديال ملك هي هادي برافو ملك شنو جيتي انت شنو ماما انا لا نوسي مالك كتبغي تقول ديما انا الاولى انتي شنو انتي شنو قولي انا بزاف الاولى هي بزاف المرات الاولى برافو بنتي مجتهده هي بزاف مالك ديما الاولى بزاف ساميه طاطا ساميه ايوا بابا شوف هادي شفتها هادي بابا بليز انا تاتش حموده انا حبيبتي هادي تاتا سامية بليش واو ملك ماما شوك واو شو هذا تشوبي انا دولة دوشي انت اللولة من لوجي عاتي هو صاحب ذا واحدة البنت سميتها لوجي تحية لها من هنا روح بابا كتقول لك نمشي قبل لوجي للمدرسة والله العظيم سبحان الله المهم هزينا ملك بحكم ان سلمى باقي ليها الوقت باش تخرج اليوم سلمى ما تلقيها كترعد ماما انا الاولى هادي عاوتاني الاولى فادي برافو ملك انا الاولى برافو بعدا عندك القلب تلقايا كنت شبهتي لي القلب ميت الاولى ولا الاخرى ولا الوسطانيه ما عندي سوق المهم جايه فرحانه بالريزولتا ديالها المهم كيعطيو بحال هكا تعرفي شنو اللي ناقص شنو هذا ودابا غنمشي على لمولاتي الفوتي ديالي وجد اختي الفرحه وما قداني المهم واحد الفوتي ديالي البنات دفعت كل حاجه بوحديتها كل حاجه وقتها ودابا وجد لينا الفوتي ديال الريتشوسي ديال الوسط ايوا انا فرحانه ماما شوف أشوف. ماما شوف هادي لا سوبي لا دودو لا سوبي برافو شكون اللي مشط لك الصباح دالك فحال انا ماما وين كان نصحك ماما شوف لولو انا واو. انا اليزي إلزا ويدي المهم بنات احنا غاديين سولي المهم بنات حنا غاديين تشوفوا معنا الفوتي كيفاش جاي وهانتوما مينا ياي الصالون ديالي شوف اختي دايما هادي زعما باش تحب ما يجلسوا لك انا غنتمتع ماشي غنجلس تحتك زوينه ياك دير من هذا ديالنا ياكي
غزال الله يلا تبارك الله عليك. شوفوا البنات نادى بنتي اسم مدينتك من دابا اسم مدينتك. المهم اختارت ليا في المخدات. شوفوا هذا كي حمر هذا كندخلش معاه في لي ديتاي حيت تبارك الله عليها ضواقه البنات. الخدمه ديالو فريمون جات كتحمق مش نقول لكم ما لقيت ما نقول لحقاش انا ديجا قايله ليها شنو بغيت مي فاش هي صوباتو شي حاجه مختلفه بالنسبه لاكولار كنختار معها نيت احمد لاكولار. ما هي تبارك الله دخلت شي حوايج هذا بحكم عندي الصالون بلدي غيكون في البرونز دخلت ليا هذا صراحه جا زوين ياك احمد لا جا زوين فن 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 ديجا ديغرادي ديال هاد لاكولور وهي كتبدع في التوال. بالنسبه لهنا هاد البليصه هادي شوفوا كيفاش فهمتها جات كاري عجبتني هاد اللعيبه هادي اللي جات كاري نورمالمون هما كيجيو غون ولا هذا مي هي خدمتو ليا كاري وجا عريض جا فن وكبير. الحاجه اللي عجبتني فيه فريمون كبير الواحد يحيد المخدات يتكا جا عندك شي حد وبات عندك يقدر ينعس في الليل تفرشي ليه عليه شي حاجه. شوفوا نفس الخدمه اللي دارت ليا هنايا دارتها ليا من اللور هانتوما شوفوا والله الا جردان حتى هو لو ستيل هكا غادي كاري الخدمه متقونه ما نقولش لكم الخدمه غزاله 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 الخدمه تبارك الله عليك. وغنمشي لذاك الصالون حيت هذاك حتى هو كيحمق غزال حتى هو تقريبا نفس الثوب ياك نفس لو ميم تيسو غير لا كولور اللي ديفيرون منتي طبعا طبعا عندك اللمسه الخاصه ديالك كتخرجي من الفوتو شي حاجه اللي كتختاري شي حاجه من صراحه الريزولطا عندها فنا. شوفوا الديغرادي اللي خدمات ماما الوان وي حتى هذاك زوين واخ صراحه زوين عجبني هذا شي وحده دارت غير هكا صغيور ولكن جا زوين ودارت مع هذا زوين انت هادو حيت ديجا لا كولور اللي هنا هي اللي كاينه في المخدات مي تقدر تعبي تقدر الله الا زعما يعني بالنسبه اللي عنده مثلا كاين فوتو بغى يبدل مثلا ويدير شي حاجه اخرى ممكن ان يخرج من هذاك الفوتو شي حاجه بحال هكا وتصيفطهم لي راه كتصيفط لجميع المدن المغربيه وتبارك الله عليها. وانا جيت هنا بحكم الله العظيم كاع الناس كيقولوا لي ما رجعتيش لينا عندها نشوفوا الجديد نشوفوا شنو حاطه في المحل حتى الناس كيسينوا شنو عندك هنا في المحل محطوط باش يجيو يشوفوا. وبالنسبه لهاد الفوتو تقريبا ما نقولش لكم الوقت قصير دغيا وجداتو ليا تبارك الله عليها وبغيت نوريكم واحد الال اللي هي كتحمق لقيتها دايره فيها دي برومو خصني نوريها لكم. هاد لاكولور هذا راه سبحان الله راه يمكن ولا كيبان لي بانه كيتماشى مع كل شيء فاش دابا درتي هاد المخده هادي بحال ما غيتمشى مع تقدي ديري الموتار تقدي ديري المارون تقدي ديري البلو اي كولور يتماشى معاه. وشوفوا هي كيفاش خدماتو دونك البنات هذا كيما قلت لكم ما يمكنش ما نوريهش لكم غنجلس سمحي لي مولاتو صراحه غزال كيحمق. هادو البنات دايره فيهم واحد البرومو دايره واحد 3 ولا 4 لوينات. المهم البنات اللي بغاو يشوفوا اللوينات اللي فيه دخلوا عندها راه غنخلي لكم المعلومات ديالها في صندوق الوصف ودخلوا شوفوا لي كولور اللي فيه راه سور كوموند اكزاكتومون سور كوموند بار ستاندار ولكن لي كولور كاين فيه 3 كولور العباره انا بان لي العباره تهزي من هنا تحطي فين ما كان هكا بنادم كيكون عنده دي كوان هكا فين يتحط هكا فوالا واللي فيه دو بلوس سي كو تستعمل لو با باسكو فيه لو رانجمون. بالنسبه اللي كتبغي مثلا هكا تحط هنا منطاد دوك مكروكين ولا شي حاجه غزال ديجا هاد البلاصه هادي دابا اللي هزيتي بغيت نقول لك جاتني بحال ناموسيه يعني واحد ينعس مرتاح ما زوين زوين غزال. وتا هاد لي كوسان اللي دخلتي معاه الصراحه زادوا واحد الجماليه زوينه غزال هاد الشيء الصراحه صلاه نبي عليك وتبارك الله على الخدمه ديالك. وراه ما عندهاش غير هاد الثوب ولا هاد الالوان ولا راه عندها راه بحر عندها بالنسبه للثواب دونك البنات هذا هو اللي دارت ليا هذا هو اللي درتي ليا انا درتي ليا معاه هذا واو واو البنات والله العظيم لا غير الضو ما باينش بزاف
مي فريمون كون تشوفو هكا والكاليتي ديالو كيحمق، خصوصا هادو لاصقتيهم ليا مع بعضياتهم عرفتي، عطاو جو واعري. حتى هادو البنات هادو حتى هما فنيين كما قلت لكم، بغيت نعطيكم غير فكره يعني ما كاينش غير هاد النوع ديال التواب اونتي تاش هادو ديال سميتو، ما كاينين بزاف ديال التواب بالنسبه للبلدي، بالنسبه للرومي، بالنسبه لاي حاجه كاينه عندها هنايا في التواب، بالنسبه للفيديوهات كاين انواع واشكال. ولا فونتاج يعني لو كليون كيلقى كلشي يعني كتجي عندها كتلقاي كلشي يعني، واخا انا كنوري لكم حيت كل مره كنجي على غفله كنلقى عندها واحد الموديل محطوط، مي هي اشاك فوا كتحط الجدول تقريبا كل دي جوغ كندوز ولا كنلقاك بدلتي هادشي كامل اللي مشى وداوه مالي وجبتي عاوتاني حاجه اخرى. دونك عندها البلدي، عندها رومي، عندها بحال هادشي هكا، عندها لي كانابي شي حاجه يعني مريحه. المهم انت وذوقك وانت كتقولي ليها الموديل اللي بغيتي وهي تبدع. شفتوا بالنسبه بزاف اللي كانوا سولوني نهار صوبات لي الناموسيه، بزاف اللي كانوا قالوا لي اسماء واش النوامس كتصاوب غير الناموسيه بوحدها، واش كتدخل لك معاها المطلة، راها كتكلف لك بكل شيء، شي من حد المخات كتجيبهم لك، من حد مثلا كاينه اللي كتبغي الكويت ولا كوفرلي اولا كتبغي شي حاجه بالنسبه للمخدات، كاين انواع واشكال، راه بيوت النعاس ان شاء الله ان فوا نفرشهم راه غادي نوريهم لكم. حتى بالنسبه لهاد الفيديوهات راكم عارفين بيوت الناس ما كاين اللي كيبغي ريدو خفيف، كاين اللي كيبغي ريدو ثقيل، على حسب كل واحد. المهم الفيديوهات كلشي كتكلف لك من في البيت من ا حتى لزد، كلشي ديالها بالمطلة ديالها بالمخدات بكلشي، فريمون كتهناي وكترتاحي وكتعرفي ان الريزولتا غتكون شي حاجه طوب. وبالنسبه كما قلت لك هنا الا اختاريتي شي حاجه المخدات مثلا، كاينه اللي كتبغي الغابيل ديال التدولي كتبغي التوب يتماشى معاه، فهي عاوتاني على حساب التدولي كتمشي لك على لي كوسان وهذا، ففريمون الصراحه كتريحك وما كرهناش شي حاجه بحال هكا اللي ما تهزيش الهم، وتعرفي ان في الاخر غتكون شي حاجه واعره. المهم البنات والله العلي العظيم اللي حمقني مشات الخطه اختي جاي ليا في عينيا ويلي الشمس البنات جاي اش. المهم البنات والله العظيم ما شاء الله عليها تبارك الله عليها، الكاليتي ديالها خطيره، حمقني الكنابي ولا الفيتو ولا المهم حمقني. وبغيت نقول لكم بانها راه كتحط هادشي يعني مثلا فاش كتشد شي ابارتمون كتشدها كتصاوبها كامله بيوت النعاس ديالها بالعود بكلشي بكلشي، الصالون البلدي بالرومي بلي كانابي فوتويت كلشي كتشدو هي، يعني كترتاحي من هاد الناحيه هادي. وراه كتبارطاجي هادشي راه عندها ام الشنعات حلاتها دابا نبارطاجيها لكم، كتحط فيها كلشي قالت لي، والباج انستغرام ديالها حتى هي غنحطها لكم. وصراحه عجبني هذاك الموديل اللي هي دايره فيه دابا واحد برومو اللي صراحه ثمن جد رمزي ومناسب، فدايره فيه يمكن ثلاثه ولا اربعه لي كولور ستاندار يعني تهزيه تحطيه في شي كوان اللي عندك. اللي غادي نقول لكم هو انه على حسابي الكاليتي ديالها زوينه، الخدمه ديالها متقونه. المهم انا عجبني الكرابي حمقني وليت كنقولها فوقاش نحطها ياك احمد غزال ان شاء الله غزال 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 لا كولور ديالو كتحمق، حتى المخدات اللي يعني الغابيل اللي حطات لينا غزال، دارت لينا داك البرونز صراحه فتحوه عطاه واحد جوار جفن. هذاك ان شاء الله احمد من دابا وانا كنفكر ليه في الزربيه ان شاء الله، خصني زرابي مفتوحه نو بالعكس مفتوحه، ولكن مع لاله مولاتي ديال ملاك خاصو الكحل مع دخلت الباب مالك كتمشي كتجي صباطها كتطلع لك في الحاج تصب الزربيه جوج مرات في السيمانه والله
فيك والله الله انت تهضري فيها في الاخر جات بزاف. اجي مالك 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 اجي غني غني زيني انا زين ديالي زيني وحدي وحلاله والقنطريه وزيني انا الزين دابا ولفتها غير كتجي كنقولها الزين كتقولي زيني انا ياك زيني انا انا كنغني دابا على احمد زين ديالي وزيني وحدي عزين. المهم البنات هذا النهار الثاني يعني اليوم لا غد ليه يعني البارح كنا مشينا وشفنا الفوتو داكشي اليوم عاد توصلنا به باش غيبصلنا هنا للدار باش نطلعوا ان شاء الله للفوق. المهم حنا كانت الشتا 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 كما شفتوا الارض فازقه فريمون فازقه وهذا الشيء اللي كاين. المهم ها هو غيوصلوا غنوريه لكم بعد. صراحه عندها في المحل كيبان بحال زعما ما كيبانش كبير ما فاش وصل هنايا للدار والله العظيم لا قدو قداش كبير. المهم كتجي هكا اونباليه ليك بهذا السلوفان باش ما كيتبسخش. هو هذا الصراحه غادي نمشي نجيب ليه بلاستيك وحده اخرى حطيته غير هنا ما طلعتوش الفوق بحكم ان شاء الله ما بقى والو. المهم البنات البارح ما كملتش لكم لا فيديو لا في طوموبيلتك. المهم كنت باغا نشارك معاهم البلتان ديال سلمى الساعه كاينه في طوموبيل احمد ما هزهاش انا هنايا. تبارك الله جابت مزيان جاب داك لي نوط اللي كانت هي باغا تجيبهم جابتهم الحمد لله. وهذا الشيء اللي كنبغيو لوليداتنا هو انهم نشوفوهم ناجحين في حياتهم ونشوفوهم حسن منا وحسن وحسن وحسن. واي ام واي اب كيبغيو انهم يشوفوا ولادهم ناجحين معدل زوين. هذا باش نجيكم الصراحه جينا وصلنا الفوتوي هذا من النهار الثاني كما قلت لكم حنا كنا خدامين جينا غير باش نوصلوا هذا الشيء هنايا وغنرجعوا للخدمه ديالنا. المهم كنتمنى ان تقولوا لي الراي ديالكم في هذا الفوتوي وتقولوا لي الراي ديالكم كيفاش ندير الزربيه واش ندير زربيه فرونسي ولا نديرها كلير. المهم نتوما عاونوني الذوق ديالكم كيهمني وكنبغيكم بزاف. ما تنساوش اللايكات مع فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو فريوسكم باي باي.